طبعا حافظين الكلام ده عشان الناس كتير بتبقاش متابعة معانا كويس، طبعا بيبقوا عايزين يعرفوا التفاصيل، يعني ايه اللي انت عامله ده، وازاي طعمية مثلا 400 جرام. يا جماعة انا مستهدف سمك كبير، انا مستهدف سمك كبير. بقول لك السلك اللي معايا ده، الواير اللي معايا ده واير امريكي 210 LB، يعني لو مش مستوعب يعني 210، يعني 1 ملي و1 من 10 السمكة، يعني زي ايه، زي شفت النايلون المية ده 110، 110 بتتكلم في واير مش خيط. فيلا ان شاء الله يجي لنا سمكة بقى حلوة. مستهدفين ايه؟ مستهدفين اسماك كبيرة كبيرة، يعني من 3 كيلو وانت رايح بقى لحد 50 كيلو حتى عادي تخش عليها. سحبة جبارة، سحبة. جرم برضه؟ جرم بياض نفس الحجم كمان. ما شاء الله. لا 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 لا، ايه الشغل ده؟ ما شاء الله تبارك الله. القصبة دي المكنة 10500 بن بريد 90 LB، لا البريد 100 LB شكسبير اجل ستيك بيج ووتر 3 متر 66 سنتي. وما تسألنيش بتنهج ليه، عشان السمكة اللي شايفينها دي طعم سلماني 300 جرام، ما شاء الله الواير 210 LB، رصاصة 6 كده تمام كده، كل السيت اب كامل. يعني شفت السنين الكبار اللي اتكلمنا عليهم هنا، السنين الكبار فين هما؟ جوه بق السمك اهو. شوف البق ده الجرم اللي بقى، شايفين المنظر؟ شايفين السن اللي انتوا شايفينه ده واحد، السن التاني فين؟ السن التاني مستخبى اهو، صدقوا انا بحسب السنين جوه. ده السن التاني اهو، ده الصغير ماشي، السن الكبير قاعد جوه. شايفين كده السن فين؟ ماسكه من حته جباره ضرب في دماغه. طبعا انا ما بقرص عليه سمكه مثلا 5-6 كيلو مش فارقه، بجرجرها ارميها بره على طول، دي لان العده مناسبه للاحجام دي. انما لو معايا عده خفيفه هيطلع روح امشي وراها بقى، واسحب يمين واسحب شمال واقعد بقى امشي ورا السمكه، انما كده عدتك مظبوطه يلا اشتغل. يلا انا قلت اوريكم الفيديو ده بالسمكه دي، ما جالكمش السحبة بس جالكم بقى كل حاجة اهو، والسمكة والسن والعدة كله تمام. شايف ماسك فين؟ انا اصلا عشان اسلكه مش طايل السن، مش عارف اعمل شكله، هسيب السن فيه اصلا لما اسلكه بعدين. أو الطلع الناس بتشوف السن ده بتقولي فيه ايه، انت رايح فين؟
بس يا جماعه السنه صغيره نص كافيه مش حاجه، مطلعينه من جوه السمكه. وعلى فكره مش سمكه مش كبيره قوي يعني، هوزنها لكم ما اعرفش 7 كيلو، هنشوف دلوقتي وزنها ايه. خلينا نعدي السن منها ونطلعها. بس طلعنا، خلينا نوزنه كده. اثبت اثبت يا وحش اثبت يا عم. ايه اصبر ما شاء الله. هي معانا اهي، هنوزنها دلوقتي نشوف وزنها كام. داخله معانا على سلمانيه، سلمانيه وزنها حوالي 300 جرام ما شاء الله. هي بقى لها حوالي ساعتين في الميه، وجالها الحليوه ده ضربها. ما لحقناش اصور لكم طبعا الضربه، لان في لحظه لقيت الاسره بتسحب، واحنا طبعا بالليل التصوير ما ينفعش بالجو برو، الدنيا ضلمه بتحتاج الموبايل وحد يصورك. بس ما شاء الله وحوش وحوش. ها خمنوا كم كيلو حمك؟ كام؟ 5 4 ما يمشيش 6 وشويه. لا 6 شويه ما شاء الله. ستة كيلو ومتين جرام. ما بعد ما بعد بتغلط في كيلو ونص. صور صور صور. راح مع مع سمك مع سمك لسه. طبعا الكلام ده انا بسال عليه ليه؟ عشان اعرف اتعامل مع السمكه ازاي حسب حجمها. حتى الان هي سحبت كام سحبه بس ما فيش حاجه ايه تبين لي ان هي ماسكاها. لو حسيت ان هي ماسكاها هشك على طول. نايلون 80 يعني بتحمل احتكاك ماشي، واير يعني بتحمل احتكاك. في الحاله دي هتعرف ان انا اقرص على السمكه شوي. ممكن السلمانية يخلص فاضية خلاص فاضية خالص. بص كده لسه النارتين اللي كانوا محطوطين. اسمع يلا نكسة دي. لا هامور يعني ولا ايه؟ هامور ولا شاحن والله؟ طب علق عليه شوية، لو طول معاك انزل بس سيبه شوية. شايفين السن؟ ده كده يعتبر صغير. لما اجي احط طعماية 300 جرام لا ده صغير ما يشكش السمكة، محتاج حاجة كبيرة.